الجمهور كمان ناطر يسمع يارا بخلال هالسهرة الاحتفالية بعد جنى ومحمد ميلندا وبيير بحالة تأهب واستنفار بالكواليس. سوا منشوف التمارين وكيف كان الغرام والانسجام. Hello. Hi, Eva. Hi, Pia. Hi, Melinda. Welcome to Broadway. What's happening? Where are the mirrors? شفنا عسالي أنا وبيير، شفنا إيفان عم تظبط شغلات وإذا المرايا مسكرين. أنا حدا معود دايما يطلع على المراية، ظبط شعراتي، صلح الستبس، بس هالمرة ما كان عندي غير ميلاندا أطلع فيها. نوما ميرس، نوما لوكينج. You need to feel all the lines. كيف بدك تظبط شعرك؟ This romantic routine requires a lot of technique and as well a lot of feeling towards each other. He's a French guy in Paris. She is a tourist admiring all the scenery and then suddenly she sees Pierre and she falls in love with him. هلا رح نرجيها جمال باريس وحب بيير لإلي. شوف شوف بس معنا. لي جمال باريس. الرقصة هي كل كتير رومانسية وفيها كتير مشاعر وحب وبأجواء فرنسا والمطر والهي رح أعطي فيها كل الحب. بدنا مراية هيك صعب كتير صعب ما في مراية ما بنعرف حالنا زمان صح I want you to connect. It's all about the connection for me this way. Look at her. You're looking at her, but you're not seeing her. It's a semi-final, so they really need to be step up in their game if they want to reach the final. I think they can do it. They both are technically really, really strong, but I really want them to work on their connection more. Well, Pierre. Oh my God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Melinda. هيدا أول عيد ميلاد لإلي بعيدة عن أهلي، للحظة حسيت إنه ولا حدا رح يتذكرني إلا أهلي يعني. مبسوطة كثير إنه جايب تذكرني عن جد. هلا أنا حرقصتها كل النهار، حسست إنه أنا ناسي عيدها، بس بآخر التمرينات قررت إنه فوت عندها بالكيك وأحتفل لها وغني لها. To a new partnership. Happy birthday. هالرقصة عن جد كثير مهمة، بدي اياها تكون التيكت تبعي للفاينل، لأنه اشتغلنا كثير على الكيمستري بيني وبين ميلاندا، عملنا كل شيء مستحيل. من بيقولوا رقصة العمر، فنحن رح نحط إكس على رقصة العمر، فهي رح نسميها رقصة النهائيات. أوكي جو، أي ثينك يو ريدي. أوكي. لحظات وبيبدأ الشتاء الخفيف على الشانزليزيه. بعد الهيب هوب رح يكونوا برقصة برودواي ميلاندا الماروكي وبيير خضرا. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling, I love you, love you, darling. C'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one. For me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille.
كنتوا فورميدابل يا ليلندا وبيير، وشكر كبير لإيفانا. إيفانا أوستروفسكي، it's always meaningful and enjoyable with you. Thank you. وبتوجه لأعضاء لجنة التحكيم وبذكر إنه الليلة ما عندهم سلطة قرار، إنما رأيهم له أهميته الكبيرة والمقدرة من قبل الجميع. بيير جيلين. ميلاندا، as usual you were focused, you were in the zone. بيير، wonderful partnering. The lifts and couple dancing were at a very, very high standard. Very romantic, very light and fluffy, and very enjoyable. Thank you. إذن عم بيقول لك ميلاندا كنت ملكتيها، بيير كنت شريك ممتاز مثل العادة، وحملاتكم ورقصاتكم كانوا على درجة عالية من الخفة والرومانسية ومسلية كمان، انبسط فيها كثير. أليسار، قد ما قلنا لكم هذيك الأسبوع إنه ما نكون متواصلين، هالأسبوع فرجيتونا العكس. عوضوها هالأسبوع. عوضتوها، تعقدوا مع بعضكم. بيير، I just watched your face، لحقتك، كثير حسيتك فرحان أنت عم ترقص اليوم، مبسوطت لك أنك فرحان، فكل وقت لاحقة وجهك، بس إذا بتطلع شوي نزول كنت بحب تعطيني شوية مدى بحركتك، إنه البرودواي بده ثياتريكال ومدى، بس كنت ممتاز. ميلاندا، thank you for my flower. بعد شغلي. You are a diva. Diva. شارل. أنا سميتها ديفا. مزبوط. اليوم ميلاندا. مثل ما قال شارل، ما تواخذني، بدي أقول لك إياها مرة. مثل ما قال شارل. You're quoting Charles. You are a diva. ميلاندا رومانسية وبيير الكلاسي. أنا عادة بلحق عطول ميلاندا، اليوم كنت كمان عم بلحق ميلاندا، بس بيير أنا اليوم كتير 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 حبيتك على ستيج عن جد. نضاف حركاتكم، الكونكشن كتير حلوة بيناتكم. ما بدي أنسى شيء أيدته، كان ناقص شوية شتي على الستيج هيك بباريس وكذا. بنحس بالشانزليزيه. ايه بس في شيء بنقوله لبيير. بيير اكيد عنده مستقبل روعة بالرقص، بس عنده شيء ثاني بيقدر يعمله، بحس صوته اذاعي. يعني صوته دبلاج. سمعنا هيك. سمعنا شيء مثل خير. ايه مثلا. مثل خير شارل ماكريس. صوته اذاعي دبلاج. يعني. مزبوط. عن جد عندك 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 اكثر من موهبه ومن موهبتين. بيير انت شخص عن جد موهوب، انا بهنيك. يعني عم تقول له اياه انه ما زبطت معه بالرقص بيروح على الاذاعه. لا موهوب، انا عم بقول هو موهوب. اكيد بالفعل. صوته اذاعي ودوبلاج، يعني انه عم بدبلج مكسيكي. ماتيلدا ما ستفعلين؟ بيلبق له هذا الشيء عن جد. طيب بريك من المكسيكي وبنسمع نلي كريم. تفضلي نلي. انا عايزه اقول لميليندا يا حقيقي هنا لوحدها واهلها برا، بس احنا كلنا بنحبك وبنقول لك هابي بيرثدي. هابي بيرثدي. مزبوط، انا نسيت لك عبال 100 ميليندا. تو يو. هيدي هابي بيرثدي من الجمهور كله بالمسرح من لجنه التحكيم. ميليندا شكرا جميعا، بحبكم. حسيتي بالعائلة الموجودة هون؟ ما كتير بعدتي. ما حدش عارف، يمكن السنة الجاية تحتفلي في فرنسا بمناسبة الرقصة بعيد ميلادك، وبيير ما يكون معاكي. لا هايلين، أنا مستمتعة بيكم من الأول يعني، فمش هقول كلام أزيد من كده. شكرا يا نلي. سمعنا آراء أعضاء اللجنة بالإنجليزي وبالعربي، وهلا بننتقل للغية المغردين وبقرا تغريدتين. أول تويت لميلاندا وبيير: It was great. You should be in the finals. بيير and ميلاندا كانت روعة. لازم توصلوا للنهائيات. شكرا كارن. تاني تويت: You both are very inspiring and unique dancers. You make me want to dance. يعني الواحد بيستوحي منكم، وانتو رائسين يعني فريدين من نوعكم، وبتخلونا نرقص عن جد. كل الحابين يودوا تغريدات للرقصين. العنوان هو قد يلا نرقص. ميلاندا وبيير رقص رقصنا. تويت سقرينا. وينكم عم شام طلع؟ عندي هون أنا. ومعنويات أخذنا عالية.
بيبقى ندعي المشاهدين اللي حبوا أدائك ميلاندا بالبرودواي وبدون يصوتوا لك وما عارفين كيف يبعتوا كلمة يلا اثنين حتى ما توقفي بدائرة الخطر. واللي حابين ينتقل بيير للمنافسة على اللقب بالسهرة الأخيرة بعتوا يلا 11. اللقب هدفه وهدف كل المشتركين. من سوريا بتقدروا تودوا SMS على 1678 سيريا تال وعلى 1564 MTN. من لبنان على 1068. وبالإضافة للأرقام اللي ذكرتها، الأرقام الخاصة بكل البلدان موجودة على موقع MTV وموقع فوكس موفيز، وفيكم تصوتوا عبر الموبايل أبليكيشن. وقد ما أنتوا بتحبوا ميلاندا وبيير صوتوا لهم. ميلاندا وبيير صار فيكم تتفضلوا. Thank you. وgood luck. مغادرة على ستيل البرودواي. ومنختم هالجولة بعد البريك مع الكوبل الثالث والرقصة الثانية. وما بقى بالميدان إلا كارال وأنتوني. واللي بعرفه إنه تأثير هالكوبل أقوى من العاصفة ميشا أو نانسي. أنتم أقوى. وكمان انتظروا بعد الإعلان ضيفتنا النجمة يارا بلفت التكريم للأسطورة الشحرورة صباح.